الكبار بهذا المهرجان وسيستمر لمدة شهر وبشكل ترمالي ضد أقصى الشمال وأقصى الجنوب وأيضا أهلنا وأبناء شعبنا في 48 على أساس كمان يعني كل السوق يعني كمان يعني بيستوعب كل اللي بيأتوا لأنه في هناك تنزيلات يعني حقيقية تبدأ من 10% وتصل ل 50% السياحة الداخلية في المدى الزائد احنا بيجي مثلا احنا بدنا بنسوق بنزل على ريحة بنروح على الخليل بنروح على بيت لحم نفس الشيء بيجي من المنطقة الثانية بيجي على نابلس بصير فيهم اعرف يعني على بعد تعرف وطنا تكون في يعني برامج لها علاقة ب يعني اثناء المرحلة التعليمية التأسيسية يعني لغاية يعني انت عندما هو المرحلة التعليم المدرسية يكون الطالب عارف كل تفاصيل البلد اللي احنا كمان لو في مجال في اطار التصاريح اللي بتبعوا على ان كل رحلنا نوجهها لداخل فلسطين لانه معنيين انه يكون في عندنا تواصل معرفة أولادنا يعرفوا في بلدهم ما حد يقدر يلقي يعني وهذا الموضوع على رأيي بده تركيز عهدته في كل المواقع عهدته في كل المواقع وأنا بدي أحكي بالضبط في قطاع التعليم معالي ضيوف محافظة نابلس عندما جاء إلى مدينة نابلس إلى محافظة نابلس استبشرنا خيرا وكان عند حسن ظننا أوجد مشروع قائم على ثلاث عامات الأمن والتعليم والاقتصاد وكذلك كان أنا كنت سعيد جدا عندما جاء عطوفة المحافظ إلى محافظة نابلس أن الاقتصاد الفلسطيني بدأ يستبشر خيرا وأنا أريد أن أوجه كمان شكري للإخوان اللي رأوا هذا المشروع يا عطوفة المحافظ أود أن أنوه لقضية هذه الهجوم التي جاءت إلى هنا هي جاءت بمباركة وبدعم وبتمويل من ثلاث إخوة لولاهم كان بدنا نلقى صعوبة ثانية مشيئة الله شاءت أن كنت يجوا ولكنهم ساعدوا في هذه المشيئة نحن نشكرهم ونحن نسعى يا عطوفة المحافظ أن نشهد من هم الممولون مثل هذه الحركات من مستثمرين عندنا لنتواصل مع أبنائنا وإخوتنا وأحبتنا في كل الأرض الفلسطينية أينما كانوا في سخنين وعرب البطوف ودير حنة وعينبور وحيفا ويافا وعكا وصفوريا ودبوريا وعين شبلي وفي كل المواقع الموجودة الفلسطينية إحنا شعبنا نسير بخطى ثالثة نحو نفس الهدف التي تخطوه لنفسها السلطة الوطنية الفلسطينية دولة فلسطين وكما قلت لكم يوم أمس الدبلوماسية الإسرائيلية فشلت وستفشل فشلها كان لأن محور الشر نقص لتسعة فقط ومحور الخير ارتفع من 20 ل 137 هناك نعم 20 متأرجحين ولكن يعطون مدى لماذا لا يقفون مع محور الخير سيقفون ولكن صادقوا عمليا للي معن هويات بسموه المغنطة إلى صح التعبير لو تشوفوا قديه الابتسامة والفرح لما دخلوا سخنين اللي سمعوا عنا هناك انطلقت عملية ب 76 واحنا على ابواب الارض يوم السبت المظاهره المركزيه بسخنين كالعاده قديش فرحوا قديش بكيوا لما شافوا سهل بطوف طلعوا واحياء سخنين وقالوا ابو عمار الله يرحمه الاخ ياسر عرفات لما كنا عنده اخر مره قبل ما استشهد باشهر قال سلموني على سهل بطوف لانه ابو عمار كان له حكايه يبدو لا نعرف ما هي الحكايه في سهل بطوف كان له حكاية وفي نفس الوقت قال سلموني على الفريق والله يخليك وخليه يغلب بطل القدس وأسوار القدس مع فريق سخنين اللي احنا نطلع على الفريق مش 11 لاعب وفطول وكرة إنما هو هزي للمجتمع الإسرائيلي إنه احنا قادرين نكون في كل مجال واحنا مش 25
أخي أستاذ عودي، أستاذ عودي كان عندنا مع طاقم المحاضرين وأستاذ دكتور إحسان وقسم المحاضرين الكبار راحوا على عكا. تعرف يعني ساعات المغرب اللي كان حلم يشوف سوق عكا الشاطئ عكا. أنتم قاعدين هون كل من سخنين مزبوط؟ بدي أقول لكم يوم حكمة الله شعبنا تهجر 1,048,000 حكينا لكم امبارح من المسابقة. سخنين بقيت مكانها بعود طبيعي الفضل لأهل سخنين وكل الأمور وبالذات لكل عائلات سخنين وحمايل سخنين وبالذات البنت براسل سيد أبو ربيع الخالد تعرفه يعني أخو أبو والد حمد خلالي حمد الشيخ وعود الشيخ اللي كان حكمي في بقاء البلد ولو راحت سخنين راح أتعرف ويرحمنا وإلى آخره. بتقول كل فرحة اللي أجوا الطلاب يعني من كان كل دقيقة يتمتع فيها وإنتوا إحنا بقينا إحنا بالنهاية بالصدفة يعني كثير محاضرين هو بيسألونا باحثين كيف إنه 1,000,000 طلب بقيتوا 155,000 مثلاً. كلنا بنحكي انهزمنا على جبال الجليل تأثروا للشغور ورجعنا بالدقيقة 90 وإلا إحنا اليوم بنافس برج البراج. تعرفوا هالأشياء يمكن يوم أبوك أو سيدك أو عمك إما أنت في مخيم في إما سوريا أو موجود أو عايش يعني كل الأمور وإحنا حفظنا على حالنا وقومنا من قومة شعبنا. إذا قبل أبو ربيع والإخوة يشتوا طبيعة قلت محمد أبو صالح إذا أخذنا إشي من هذا اللي أخذناه أولاً إنه قضية الزيارات مهمة جداً. كل هذا السنة رحت على إيلات مزبوط أنا كنت معلم 20 سنة بين 1977 و1999 شو يعني أخذتم الإيلات؟ جيتوا على نابلس في بعد ثقافي حضاري إنساني تعرفوا على جذوركم مش على مختيش رمون تعرفوا على مختيش الهوية على جرح الهوية اللي بداخلنا مش مختيش رمون. وفي نفس الوقت عطوفة المحافظ بقول إنه في بعد اقتصادي تعرف أنا بدي إذا معاي سين قدرة اقتصادية بارك الله في رجال الأعمال أحطها بالقصر وحطها بالسوق وحطها هون ولا في باريس ولا في محل ثاني إنما الواحد عند أهله وعند شعبه. الهدف الأساسي مع طلابنا اللي هن أبنائنا وبناتنا اللي هن بنشوف فيهم مستقبلنا جيل المستقبل. فكانت زيارتنا في الأساس لهذا البلد اللي بنشوف في بلدنا ومنحبه طبعا منهم تاريخه ومنحب أهله كمان. كان هدف زيارتنا في البداية عمليا زيارة جامعة النجاح تحدثنا إنه تخرج فيها من سنوات الأربعين رجال عظام من بلدنا سخنين ومن عرب الداخل. إحنا أملنا كبير مرة ثانية إنه يقدم مثل ما يقدم طموحين أكثر كمان يقدم تسهيلات محافظ العام صالح لطلابنا وطالباتنا في استيعاب الطلاب في جميع المجالات في الجامعة. طبعا البارحة في الأمس زرنا الجامعة في جولنا في أروقتها ساعدونا طبعا طاقم الجامعة والأخوة في شؤون الطلبة ولجنة الطلاب جولنا في أروقت الجامعة بعدها في كان بالشكر والتقدير لأهلنا لكل أهلنا في سخنين وأهلا وسهلا فيكم ونشكر زيارتكم الكريمة لمدينة نابلس ولجامعة النجاح الوطنية ولعطوفة المحافظ محافظة نابلس اللواء جبريل البكري الأخ أبو صالح وأهلا وسهلا فيكم. وفي هاي المناسبة نحب نقدم لأهلنا ورجال أعمال سخنين شهادات تقدير لجهودهم في دعم المسيرة التعليمية وأهلا وسهلا فيكم. كثير احنا مبسوطين انكم موجودين من اهلنا ومن ابناء شعبنا ومن الجزء الاهم لنا في هذا الوطن سهل البطوف وقرى البطوف وقرى فلسطين اللي بقيت صامده على ارض فلسطين. وانا حكيت لكم امبارح كلمه انتم اهم منها في امرين. الامر الاول انتم بقيتم على الارض مزروعين زراعه كل غرسه كل شجره موجوده في سهل البطوف في كل اماكن تواجد فلسطين. أبقيتم على اسم فلسطين ماثل على الرغم من محاولات الأسرلة اللي تعرضوا لها وعلى الرغم من كل المحاولات والهجمة اللي عم نواجهها سواء كان
فلسطين ما داخل او هون هنا احنا بنتعرض لهجمه كثير شرسه من ابشع ومن ابغض انواع الاحتلال اللي عرفها التاريخ. قلت لكم انا امبارح وما زلت بصر، لا تربطنا علاقه عداء مع اليهود، وانما تربطنا علاقه عداء مع من يستولون على ارضنا. اذهبوا عن ارضنا فانتم اصدقاء، ان بقيتم على ارضنا فبيننا وبينكم الذنب، وان اردتم ان تجنحوا للسلم فنحن نجنح. غير ذلك لا محل لمن يستولي على ارضنا. اخرج عن ارضنا فانت صديق اينما كنت واينما حلت. ان نستقبل اهلنا في سخنين ومن اي قريه من قرى فلسطين في هذه القريه، فاهلا وسهلا بكم، وان شاء الله انه تتواصل هذه اللقاءات لنتعرف اكثر وتتعرفوا ايضا انتم اكثر، فاهلا وسهلا بكم. مرسى حدودها سنابل سنا سلسل برمان عذيالها مصفوف. تتذكر يا غالي شقائق النعمان، ورجعت ابونا من الحصيلي تالي نهار تعبان وبنادي يا حرمي اهل الدار، حط العشر زيدي معي خطار، زيتون عصيدي مجدره مزنره من خير الدار الضيف جيعان. اه يا غالي هالعيش زمان كان احلى زمان، قبل ما احتل هالغول الديار ومزع الطابي وهد الخيم ونصب في الملعب خيمته وقطع الرمان. وبكره يا غالي بروح اولادنا على الدار نفس الدار، للموكدي وللطابون والكانون، مش نسرح سوا على سخنين لقطة الحقوب والحنون، شباب الراعي من طولها من البير، ونعبي زوات في الصبح بكير، عتابة وميجن ومواويل وزقزقة عصافير، حفلة تراب حمراء من الوطن الكبير، نزرع الأرض اللي انقطع زيتونها، عز وكرامة وإصرار، بنلبس الشمس من المور إكليل من غار، ما في صحة الوطن بتقول أحرار الوطن أحرار. تكريم كمان كان حلو ومتواضع، وجئنا طبعا في التالي حتى في البارحة كمان يعني تعشينا كمان مع سوا، ذقنا الكنافة الطيبة اللي ظلنا والله لحم وصلاح نافذة أينما تواجد، ونأمل كمان شعوبنا العربية يكون مركب هام من روايتنا والذاكرة الجماعية لشعبنا. فإحنا أجينا طبيعي ونقول تحيات كل أهل سخنين وكل منطقة المقطوف لأهلنا في نابلس. إحنا من اليوم الأول جينا قبل سنة يعني، والدكتور ماهر استقبلنا والدكتور رامي استقبلنا، طبيعي مشكورين كنا هون، كان وفد البلدية واللجنة الشعبية والأحزاب والحركات والجمعيات بمرافقة الأخ أمين كمان كل العرب اللي طبعا معروف نعم. صار في الله يخليك. إحنا قلنا يعني أمر معين إنه أولادنا هون هن أغلى ما يمكن هن عند أهلنا، في نفس الوقت بنعمل من خلال رجال الأعمال وإثارة وعي جمهورنا على تعزيز سياحة الهوية اللي بنسميها السياحة الثقافية السياحة الحضارية، أو لأنه ما يروحوا على مختش رامون باللغة العبرية كلمة دخيلة، يروحوا على شق رامون جرن رامون قبل إيلات إنه يتعرفوا على هويتهم. إحنا من اليوم الأول قلنا إنه طلابنا بيكتسبوا مهنة للحياة، ومهم إن التوجيه المهني في ظل الواقع الإسرائيلي في الداخل الصعب، اندماجنا في الاقتصاد الإسرائيلي وتهميشنا، ولكن في نفس الوقت تتعلموا عند أهلنا. أنتوا إخوان يعني جامعة تبلور وتشارك في بلورة هوية طلابنا، وهذا إنجاز كبير. بلورة الهوية، طالب اللي بالأكاديمية الإسرائيلية زي حالاتنا في تل أبيب يوم الأيام تعلمت 75 يختلف عن طالب اليوم ابني اللي بتعلم بالنجاح أو بالجامعة العربية الأمريكية أو بير زيت أو بالقدس أو بكل جامعاتنا، بنشوف له بعد كبير. قبل أسبوع بدي أحكي لكم يعني انفعالنا الشعوري، كان وفد من طلاب النجاح تقريبا 20 طالب برفقة الدكتور إحسان وكمان الدكتور عودي وآخرين من إخوة المحاضرين قسم المتقاعد، وحسينا قديش إنه قضوا في سخنين ساعات وساعات المساء بعكا، وكيف تشوق إلى شاطئ عكا وإلى يعني رواية عكا ورواية سخنين، وعملنا جولة بسخنين وقدي إحنا انبسطنا. إحنا جينا مبارح كمان مع الأهالي إنه اليوم الأهالي يشجعوا المجيء عمليا لنابلس، نزور سخنين ونزور أهلنا بالداخل. طبعا يعني أنتوا هلأ بحسب المعلومات اللي عندي في يعني مرحلة إنهاء البقروت إن شاء الله السنة،
بالسنة الجاي يعني أنتم بتفكروا الجامعات اللي بدكم تلتحقوا فيها. بالنسبة لجامعة النجاح طبعاً الزيارة هذه مهمة، أنتم بتيجوا تتفرجوا هلا بتشوفوا الجامعة على أرض الواقع. إيش مسموع الصوت ولا؟ لا علي الصوت شوي. فهلا أنتم لما تزوروا الجامعة راح تشوفوا الجامعة على أرض الواقع من ناحية المباني والبنية التحتية والبرامج اللي منقدمها. يعني إحنا هلا الجامعة منقدم 74 برنامج بكالوريوس، ومنقدم كمان تقريبا 45 برنامج ماجستير، منهم برنامجين دكتوراه في الكيمياء والفيزياء. طبعا أنا من خلال متابعة الطلبة اللي زيكم اللي اجونا خلال السنوات السابقة، منلاحظ انه انتو بتركزوا على تخصصات معينة. يعني زي ما قلت عندنا 74 برنامج بكالوريوس، ممكن انتو اللي تهتموا فيهم برنامجين ثلاثة، اللي هو الطب طبعا رقم واحد، وفي بعضكم صيدلة، تمريض، رياضة بأعداد قليل. طلبة الاعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد يسرني أن أتوجه إليكم ممثلا عن الوفد والإخوة المرافقين بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على الدعوة التي تكرمتم بها علينا لزيارة هذا الصرح العظيم. طبعا تعتبر معلما حضاريا ثقافيا تاريخيا، منها نهل وتخرج رجال عظام كان لهم شأن كبير في قراهم ومدنهم، لهم الأثر الجليل على المجتمع العربي الفلسطيني عامة وعلى المجتمع العربي في الداخل خاصة. لنا الشرف العظيم أن يكون المرحوم الأستاذ طيب الذكر الأستاذ مصطفى إبراهيم إزبيدات أبو إبراهيم الذي أدار جهاز التربية والتعليم في بلدنا سخنين حقبة من الدهر، وعليه تتلمذ رجال العلم والثقافة بأجمعهم. كان أوائل الخريجين في جامعة النجاح، ولا أنسى فضل هذه الجامعة في تخريج الخال السيد حمد عبد الله خليلي أبو مازن الذي أصبح في يوم من الأيام عضوا في البرلمان، كانت له اليد الطولة في رعاية شؤون المواطنين العرب والحرص على مصلحتهم وقضاياهم. بلد وحدي، الأمور السياحية بالتحديد في منطقة نابلس ومنطقة الشمال، يعني نابلس ومنطقة الشمال هي مرتبطة كلها بالوضع الأمني، والوضع الحمد لله عندنا كيف رايحين تسمعوا من المحافظة أكيد أنا مش رايح أحكي عنه، بس يعني الوضع الحمد لله مستقر جدا، وموضوع الفلتان اللي كان سابقا أصبح يعني خلف ظهرنا جميعنا. وبالتالي نابلس يعني لعراقتها وتاريخها وتميزها وتميز أهلها كانت من السابق محط أنظار ورحل للسياح كلهم. في عنا المناطق القريبة من نابلس زي سباستيا، ما بعرف إذا عمركم زرتوها أو شفتوها، طبعا هي تعتبر يعني فيها مراكز من مراكز الأماكن السياحية اللي بيجوها الحجيج طبعا من كل أنحاء العالم. كل سائح بزور بيت لحم لازم يجي يقدس حجته في منطقة سباستيا. طبعا بيجي محطة السياحة المسيحية، نعم، في مدينة نابلس. الواقع انه احنا في فندق القصر لما عم نعمل بنشوف مين الرواد للفندق هذا، بنلاقي تقريبا اكثر من النص، نعم، هو أقل تقريبا كلهم من إخواننا من عرب الداخل، يعني هو الفئة اللي بتفضل هذا الفندق اللي هي دائما متواجدة فيه، عشان هيك احنا حريصين نضل علاقة. احنا شعب واحد، أنا باجي من سخنين بنقل على طمرة، باجي على نابلس بحس حالي نفس البيئة نفس البلد. أنا بتعامل مع التجار هنا بحسش إن أنا انتقلت من محل لمحل، أجيت من شعب لشعب، أنا بحس إنه احنا نفس الشعب، شعب واحد. والمزبوط أنا كنت شعرف جامعة النجاح، أنا بفتخر فيها وبرفع راسي بجامعة النجاح، لأنه بالوسط العربي في شيء عن الشكل، بالوسط العربي أو عند الشعب الفلسطيني بفتخر بالجامعة. الأوتيل هون كيف أنا سمعت يعني كيف خرفوني الشباب بعد مش فهيت، أما بنفتخر إنه يكون عندنا برضو أوتيلات بهاي يعني بقولوا لبوروبا ما فيش نابلسية تحت بيعملوها، فيش تجزئة بين الشعبين،
واحنا دائما عم بنحب التواصل وبنطلب منكم الزيارات المستمره لفندق القصر. ان شاء الله زي ما حكى الدكتور احنا مقبلين على مرحله تطوير هذا الفندق ليصبح اكثر من ثلاث نجم، راح يصير اربع نجم في الخطه المستقبليه اللي احنا راسمينها على مدى قصير، مش راح يكون طويل جدا. وان شاء الله بنستضيفكم في المرحله القادمه في فندق القصر بحلته الجديده، بحيث انه فعلا تنبهروا بهذا الفندق وباستمراريتكم معنا وبدعوتكم يعني حتى للاصدقاء ولكل الناس اللي حواليكم تعرفوهم انهم كمان يتشرفوا ويجوا يزورونا، واحنا راح نكون معهم باستمرار ونقدم لهم كل اساليب العون ونحل لهم كل الامور اللي بيحتاجوها في اي مساله بتحتاجوها، وانتم بين اهلكم بين شعبكم ما في تفرقه. بتغششك انت من وين؟ من الارض اللي انطلق من احياء سخنين وشوارع سخنين وحارات سخنين، وكيف كانت موحده بال 76 انطلق يوم الارض. نعم. واستشهد عندنا يعني الشهداء. نعم. الشهيد رجاء ابو ريه. الشهيد خضر خلالي، الشهيدة خديجة شواني، والشهيد الشيخ أبو صالح، وكان عندنا 150 جريح، وطبيعة باقي القرى كمان كان شهداء. إحنا قلنا بنيجي رغم يوم السبت منشغلين كلياتنا في التحضير لذكرى 7 أيام الأرض اللي بطل لسخنين صار لكل الشعب الفلسطيني والشعب العربي. هذا الشهر المبارك اللي فيه يوم المرأة وفيه يوم الأم وفيه مناسبة غالية علينا اللي بقول لكم إياها، 18 الشهر شهر آذار كان حرب الكرامة ب 68 اللي كان يوم يعني معركة الكرامة في الأردن اللي سطرت أسطورة كبيرة بتاريخ شعبنا. هذا الشهر وشهر غالي علينا. أبو إبراهيم تفضل عد الإخوان على سخنين لأنك أنت الدعوة، أنت البوابة. أهلا وسهلا فيكم، تشرفوا وأنت تشرفونا على سخنين. أهلا وسهلا فيكم. الله يخليك. أهلا وسهلا فيكم أنتم، شرفتوا مكانكم ومطرحكم، نتمنى لكم إقامة طيبة. أنتم في مركز اجتماعي للطائفة الثامرية وكمان مركز للنادي. الطائفة الثامرية أوكي عددها قليل كثير لكن عندها نسبة ثقافة كثير عالية، المؤسسات الثقافية والرياضية كمان عندها كثير، في عندها لجنة، لجنة اللي بتقوم بالأمور الاجتماعية والحياتية اليومية للطائفة الثامرية، في عندها نادي رياضي، فريق كرة سلة عندنا من الفرق الكثير اللي ممتازة في فلسطين.